مع ارتفاع وتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتسخير سلطة الاحتلال إمكانات عسكرية وأمنية واستخبارية وحتى مالية ضخمة لإحكام قبضته على القطاع المحاصر، لم تخفل آلة الحرب الإسرائيلية عن الضفة الغربية. الجيش من جهة يقتحم البلدات والمخيمات ويقتل المقاومين والمدنيين العزل ويدمر البنية التحتية، بينما يواصل المستوطنون الاعتداء على القرى وسلب ممتلكات الأهالي بحماية من أجهزة الاحتلال الأمنية. قصتنا هذه تتحدث مشاهدينا عن مدينة طولكرم التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى مسرح لعمليات عسكرية إسرائيلية أودت بحياة عشرات الفلسطينيين بينهم مقاومون من سرايا القدس. بالأمس استمر حصار الآليات الإسرائيلية لمخيم نور شمس 24 ساعة، شهدت اشتباكات وتصديات من كتيبة المخيم وانتهت باستشهاد نحو 14 فلسطينياً. وقبل انسحابه من المخيم اعتقل جيش الاحتلال عددا كبيرا من الشبان بعد اقتحامه منازلهم بحجة تعاونهم مع المقاومة ونفذ اعدامات ميدانية واسعة بحسب ما نقل نادي الأسير الفلسطيني. وأوضح نادي الأسير في بيانه أن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بلغ نحو 8450 منهم في مخيم نور شمس بعد عملية طوفان الأقصى. هذه مشاهد توثق جوانب مختلفة من استمرار الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال في المخيم. ورغم ضيق الأزقة فإن الآليات الإسرائيلية اقتحمت مداخلها وباشرت بهدم البنايات وقطع أسلاك الكهرباء بالتزامن مع اعتلاء القناصة أسطح البنايات وإطلاق النار عشوائيا على المارة علاوة على اعتقال عشرات الشبان. أما عناصر المقاومة فقد استطاعوا تعطيل حركة الآليات الإسرائيلية لساعات وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع لمنع الجرافات الإسرائيلية من التوغل. اقتحام مخيم عين شمس قوبل بحملة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. كتبت شيماء: المقاومة باقية حتى لو ذهب المقاومون، بتغريدة ناصر عرب نختتم هذه القصة إذ قال كتيبة سرايا القدس في الضفة الغربية: حالة استثنائية في التضحية والفداء والوحدة الوطنية، حملوا على عاتقهم شعلة المقاومة في مواجهة كيان مجرم غاصب.